السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل يكونوا بخير. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله أصدقائي. بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن المحاكي عن دولة جديدة. طبعا أصدقائي، هي الدولة حاليا نزلوا فيها ألعاب جديدة وحلوة جدا وبتعطي نقاط رائعة جدا، رح نشوفها بهذا الفيديو. أصدقائي، أول شيء خلينا نحكي بالنسبة للدفع. أصدقائي بعتذر كتير، أنا عندي شوية يعني مشاغل فعم متأخر بالدفع. إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم رح يصير الدفع فوري ويومي بإذن الله تعالى، يعني كحد أقصى رح يكون 24 ساعة. بالنسبة لشركة الألعاب أصدقائي، مسموح لكم حسابات لا نهائية على شركة الألعاب، ولكن شركة العروض يعني الشركات الأخرى مسموح لكم حسابين بالأسبوع. حاليا أصدقائي خلينا نحكي شو هي الخطوات اللي لازم أنتوا تسووها حتى يظهروا معكم الألعاب اللي حاليا رح نشوفها بهذا الفيديو. أول شغلة أصدقائي، لازم تنزلوا نسخة ماستريوم تكون قديمة عن طريق متجر اسمه متجر أبتويد، بس بتبحث عنه مثل ما شايفين هذا هو أصدقائي جنب الماستريوم، متجر أبتويد. أصدقائي هذا المتجر بيعطيك نسخ الماستريوم كاملة. بتنزل ماستريوم، تتصل على دولة أستراليا، وبعد ما بتتصل على دولة أستراليا مباشرة بتغير وقت الهاتف وبتغير اللغة، وبعدين راح تنزل المحاكي. طبعا الإصدار 64 أصدقائي حاليا صار يشتغل على الأندرويد 10. طيب أصدقائي خلينا نفوت على المحاكي ونكمل مع بعض. شوف عدد الألعاب اللي أنا نزلتها والألعاب اللي ضلت عندي بالقائمة لسه أنا ما نزلتها، يعني في عدد كبير من الألعاب مثل ما شايفين أصدقائي. طبعا أصدقائي بعض الأوقات بتظهر معكم لعبة بقيمة 3800 نقطة مثل ما حكينا على الدولة أستراليا. طبعا أصدقائي حاليا نحن راح نروح على الألعاب اللي أنا حملتها، قيمتها تقريبا 4000-5000 نقطة مثل ما شايفين 1700، وبتظهر لعبة ب 3800 نقطة. لكن أصدقائي لازم يكون الإيميل جديد، يعني حصرا لازم يكون عندك جيميل جديد. بالنسبة لاحتساب النقاط، هاي مشكلة عم تواجه الكل أصدقائي. أول تحويلة يعني أول احتساب ما راح ينحسب جوا داخل التطبيق. تاني احتساب وثالث احتساب أصدقائي هن يلي راح يبلشوا ينحسبوا لك جوا التطبيق. أوكي حبايبي، يعني أول تحويلة ما راح تنحسب، تاني تحويلة وثالث تحويلة هي يلي راح تنحسب. أوكي أصدقائي، بتمنى الفيديو نال إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات قادمة.